المقابله في حد ذاتها فهي مقابله قمه، رغم انني ما تنامنش بالقمه، دخلوا هذا التريلر رسوم بانها مقابله قمه، بداو تيحسبوني انه بروميير، وتتعرف ليكيب بروميير تنزل عليها ضغط. بالنسبه للميتون بروميير ميتون فكان فراغ، لانه كان الخصم كان الخصم ند للند، كان خصم اللي عانيت كذلك فيه لاعبين كبار، لاعبين اللي لعبوا في بروميير ديفيزيون كذلك مع حسنيه، لاعبين اللي لعبوا في دوزيام ديفيزيون مع شباب بوارا، لاعبين اللي متمرسين في البطولات ديال التلوات، وكانت مقابله تقريبا متكافئه، بحيث انه كان الفرق في الدوزيام ميطون انه الدراري وقفوا في بلايصهم كيف خصهم يوقفوا، ولعبوا بو دو اكثر، ولعبوا دي بون دو لين، ولعبوا كره للامام، وجبنا الهدف اللي كنا نجيبوه في لا ميطون بروميير ميطون.